داخل منطقة الجزاء. ويوسف الجبلي تقدم للاعبي هجر مع الدقائق الأولى، والجبلي تطير جول، هدف أول، نعم هدف أول مع الدقيقة الأولى. نيكولا يسجل الهدف الأول، الهجراوي مبكرا، وكأنما عاجبون بكل تأكيد. توني باستا البرازيلي أيضا في حسرة ونظرات الحسرة مع الدقيقة الأولى، الفرحة الهجراوية التي ربما تكون. شوف هنا الجبلي وهنا نيكولا، رأسية على يسار، على يسار توني باستا، الهدف الأول، الهدف الأول. وبالتالي كما تحدث نقل الآن بالرأس، جول كوليبالي، رأسية جميلة وبارتقاء رائع وسط هنا، سجلة شكر من حارس الفريق حاتم الجاني، ورأسية كوليبالي يسجل الهدف الثاني، وأيضا تحية هنا والهدف الثاني، وكوليبالي يحرز الهدف الهجراوي الثاني، 2 لهجر، رأسية أخرى على توني وبالرأس، الهدف الأول رأسية نيكولا، وهنا الارتقاء، والرأسية الثانية من قلب المدافعين، كوليبالي بارتقاء واصطدمت في العارضة لكنها ذهبت إلى الشباك كهدف ثاني هجراوي. 2-0 ربي، لو كسب العدالة سيواصل عربي نقل الآن بالرأس، جول، هدف ثالث، وبانتظار التأكيد هدف ثالث. ايش الحكاية مع رمضان؟ وش الرأسية الثالثة؟ من؟ هل هو كوليبالي؟ نعم نعم هو المدافع كوليبالي يعود من جديد. خلينا نشوف نتأكد، وبانتظار كوليبالي وسط حسرة ورأسية ثالثة وهدف ثالث هجراوي هنا أيضا في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي. شوف خلينا نشوف، خلينا نشوف، هذه إعادة ورأسية كوليبالي. يوسف الجبلي كالعادة هو المتعاهل لتنفيذ الكرات الثابتة والقدوم هنا من كوليبالي، الهدف الثالث لهجر والثاني لكوليبالي في هذه المباراة. سطح حسرة أيضا بانتظار الشهراني أو ساتر الشمري، يلعب كرة خطيرة خطيرة لمصلحته، الجدل الآن سيسي باي والكرة وتسديدة وبعد ذلك جول، جول أول الجندل. نعم تحدثت بأن الجندل ومنذ نزوله في الشوط الثاني ورغبة في تخليص الفارق أتى الهدف الأول، جول، جول للجندل، خلصوا الفارق لتصبح النتيجة 1-0. هذه اللعبة وهذه الكرة، وبعد ذلك سيسي باي استلام وهياها دومبلي، وبعد ذلك تسديدة عادت إلى الكابيتانو ليسجل الهدف الأول، نعم لمصلحة الجندل، لتصبح النتيجة 3-1 بعد عمل، نعم وكرة خطيرة ولمسة وهدف